ثلاث أو ثلاثة أفراد، مفهوم؟ فعلى الأقل أن يكون هناك ثلاث ترويحات، والترويحة كما تعرف يكون بعد أربع ركعات، فترويحة بعد أربعة، وترويحة بعد أربعة، وترويحة بعد أربعة، وبعدها أربع ركعات، مفهوم؟ لأن الركعات التي تصلى في الأواخر ليس بعدها ترويحة، ليس بعدها جلسة، مفهوم؟ فالجلسات تكون بين الترويحتين، والجلسات لابد وأن تكون ليلة في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامه خمس ترويحات. هذه خمس ترويحات إنه كأنه قال إن بعد الركعات في أواخر تكون هناك ترويحة، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة. يعني أما أصل السنة فالجلوس مقدار الوقت الذي صلى فيه أربع ركعات، ولكن نحن في عجلة لأننا نذهب إلى الشغل وما إلى ذلك، فلدقيقة نجلس صبح القدوس حسن. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف، هذا التلميذ لأبي يوسف، قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب، فقال التراويح سنة مؤكدة. وأبو حنيفة رحمة الله عليه قال إن عمر دخل المقدر، يعني يمكن أن يكون هذا رأي عمر، فأجاب عن ذلك هذا إجماع من الصحابة، هذا إجماع من الصحابة، يقال له الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، يعني إذا ما اجتهد مجتهد وسكت على الباقون فصار إجماعا سكوتيا. قد كتبت كتابا في العربية بداية الفحول في علم الأصول، فقد كتبت فيه أنواع الإجماع، وفيه نوع الإجماع السكوتي. والصحابة المتوافرون منهم عثمان وعلي وابن مسعود والعباس وابن عبد الله، وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة أي مقدار أربع ركعات، وكذا بعد الخامسة ثم يوتر بهم. هكذا صلى أبي رضي الله عنه بالصحابة، وهو عادة أهل الحرمين. وإلى الآن هو عادة أهل الحرمين، مفهوم؟ لا، ليس في المسجدين الحرام نفسه، في المسجدين الحرام يصلون 20. لا العدد صحيح، نقصد مقدار الترويحة أفهم. لا 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 لا, لا.